لالو سلامانكا مش بس شخصية الناس بتحبها، وسط مسلسل كل شخصياته محبوبة وليها شعبية كبيرة، لكن لالو هو قمة عالم بريكنج باد وبيتر كول سول، ووجوده أخل بتوازن الأحداث وكان هيفسد المسلسل كله، لأن الصناع ببساطة مش عارفين يعملوا بيه إيه ونجاحه كان غير متوقع بالنسبة ليهم، بعد ما علم على باقي الشخصيات وبقى أحسن منهم كلهم. ده حصل إزاي وليه لالو مختلف عن باقي شخصيات العالم ده، ويعني إيه معمول عشان الجمهور، وإزاي خطف الاهتمام من سول جودمان اللي المسلسل أصلاً معمول عشانه، وإيه لعبة شد الحبل اللي حصلت بينه وبين سول وكيم في الموسم الخامس. وعلاقة كل ده بالممثل توني دالتون وفيلم بالب فيكشن. تعال نشوف مع بعض. دايما في مشاهد زعماء الكارتيل والدوني لاديو ولا هيكتور سالامانكا بنشوف تصرفات غريبه وتركيز على سلوكهم المختل، احيانا بتوصل لدرجه من المبالغه زياده عن اللزوم. عايز المسلسل يقول بيها ان الكارتيل مجموعه من الحيوانات الهمجيه عايشين على الفلوس والملذات والرغبات، كل همهم المتعه والقتل والصراع، زي ما جاس كده كان وصفهم وطلع اللي جواه عليهم وقد ايه هم كائنات بغيضه وناس غير سويه. الاديو الباتروتي انشادو اي غراسوسو هابلاس دي انور pero no tienes ni una gota. Una parada callejera. Peleando por sobras tiene más honor. Chacales. Eso es todo lo que son. Sin visión, ni paciencia, ni idea. Estúpido. Impulsivo. وكل مشهد ليهم بتكون قاعد مستني ايه الحاجه الغبيه او المستفزه اللي هيعملوها، رغم ان اكيد عندهم نسبه من الذكاء او يعني مش هيوصلوا للمكانه والتنظيم ده، لكن محكوم عليهم يكونوا ضعف او همج قصاد واحد بيفكر ومنضبط زي جاس فرينج مثلا. ومن وسط كل ده بيطلع واحد مختلف تماما، مش فارق معاه فلوس ولا سيطره ولا تجاره، لكن الموضوع كله بالنسبه ليه عباره عن لعبه او تسليه عشان يواجه بيها الملل والزهق، واخد الموضوع تحدي مش استعراض عضلات. الوحيد من عائله سالامانكا اللي بينفذ مقوله ان العيله كل شيء فعلا، وبيشتغل على هذا اساس بس بعقل، ما هوش مندفع ولا مختل او عصبي زياده عن اللزوم، لكن كل حركاته محسوبه وعارف هيوصل منها لايه بالظبط. لالو سالامانكا مختلف عن باقي الشخصيات في انه معمول للجمهور، يعني كل حاجه فيه من شكله لطريقه كلامه لقصته او تصرفاته كلها عشان الناس تحبه وترتبط بيه، ودي حاجه لو تركز شويه ما حصلتش مع اي شخصيه قبل كده، ولا في حد منهم محبوب بنفس الشكل او مصمم كهديه للمشاهد، فلازم يعمل انطباع مبدئي ايجابي عشان تقدر تكمل معاه وما تنشغلش بباقي الشخصيات اللي بنحبها ومعتادين عليها. ودي كلها شخصيات ممكن تقول ان الصناع عملوها عشان نفسهم او عشان يعبروا بيها عن اللي جواهم ورؤيتهم للعالم ده والقصه، ومع ذلك قدر يعلم عليهم ويسحب الاهتمام منهم كلهم ويركز المسلسل عليه بالكامل. ممكن اقرب شخصيه لكده كان سول جودمان في بريكنج باد، بس كل ده اتغير في مسلسله الخاص وما بقاش المهرج الكوميدي اللي جاي يضحكنا كام دقيقه في كل حلقه، لكن لالو هو التحديث، مش شخصيه سطحيه او مجرد شكله حلو بيضحك، لكن مختل وعنيف لابعد مدى ومفيش عنده ادنى مشكله مع اي جريمه باي شكل. وده كان التحدي الحقيقي اللي متوقع عن نجاح الشخصيه، عشان ظهور لالو كان في فتره محوريه جدا للمسلسل، والمسلسل داخل على معضله ان مين هيبقى الفيلن الاساسي، بما ان جاس فرينج هنا مش زي بريكنج باد ولا هو شرير بمعنى الكلمه، فهوب بيظهر واحد اول مره نشوف واقف بيطبخ ويعمل سندوتشات بتشم ريحتها من على الشاشه، عمال يغني ومبتسم للحياه وسط ناس كلها خايفه وقلقانه في المطعم، بس هو كانه جاي من كوكب تاني. من بعد ظهور لالو تحول التركيز من سول جودمان البطل واللي المسلسل اصلا معمول عشانه لانه اصبح مجرد لاعب في الخلفيه، وبنسبه كبيره هو رد فعل للي بيحصل حواليه، غير كده هو مش مؤثر ولا مركز القصه زي الاول، ودي حاجه اعتقد ما كانتش مقصوده، بس الشكل اللي طلع بيه لالو مع الممثل توني دالتون كان مفاجاه حتى للصناع، ومدى ارتباط واعجاب الناس بيه للدرجه دي كان غير متوقع، وتقدر تقول انه اخل بتوازن المسلسل ككل، سواء بقى للاحسن او الأسوأ، وده ظهر قوي في الموسم الاخير لما بقت مغامرات كيم وسول حاجه بصراحه جودون المستوى بالنسبه لصراع لالو وجاس ومايك وناتشو وعالم الكارتيل البعيد تماما عن سول جودمان، واللي هو مثير للاهتمام مليون مره عن خناقه ولا مقلب مع هاورد اللي محدش فاهم هم عايزين ايه ولا هيوصلوا لايه وايه اخر كل ده، وبنسبه كبيره كان مجرد حشو من المسلسل عشان يفسروا وجود جيمي في الاحداث، لان مش هينفع يختفي لغايه ما لالو يرجع له من جديد. ده تاثير شخصيه استثنائيه في مسلسل معروف بقوه شخصياته وحلاوتها. جوده الكتابه لما بتجتمع مع ممثل واعي متمكن من الدور بيكون زلزال في عالم باقي الشخصيات المستقبل قرر نسبيا في الواقع بتاعهم. جاس فرينج مثلا اللي من اول ما شفناه في بريكنج باد قوي وثابت مش بيتهز ولا بيفرق معاه اي حد ايا كان مين، دلوقتي بقى خايف ومرعوب من لالو ومش عارف يتصرف معاه ازاي. مايك ايمنتراوت اللي كان على جنبه مش مهتم باللي بيحصل بقى اهم ضلع في اللعبه عشان يوصل لشكله المعروف في بريكنج باد. اما كيم ويكسلر اللي كانت البوصله الاخلاقيه من اول ما المسلسل بدا اتاثرت بتعاملها معاه وبقت الفيلن اللي بيجور جيمي الغلبان للغلط. You have no idea.
وفي وسط كل ده سول جودمان ما بقاش المسلسل بتاعه ولا مركز الاهتمام زي ما قلنا، ولقى نفسه وسط مشاكل اكبر منه وما هوش قدها، وكان هيفقد حياته اكتر من مره بسببها، وده اللي بيدفعه في النهايه اكتر ناحيه الجريمه والفساد. وبيكون لالو هو العامل الحفاز الاهم عشان يكتمل تحوله لسول جودمان. لالو مش سلامانكا بالمعنى اللي احنا نعرفه او متعودين عليه. Dicen que creen en sangre por sangre, pero solo entienden sangre por dinero. Son unas putas. ماهوش مكروه او الناس كلها بتخاف منه، بالعكس دول بيحبوه، وفي كل مكان سواء اللي شغالين في بيته او الحرس بتاعه ولا حتى الناس في المدينه بتاعته او كمان الكارتيل والدون لاديو، كلهم بيحبوا ويحترموا لالو سلامانكا، وده جاي بشكل اساسي من كونه شخصيه سايكوباتيه بامتياز وقادر على التلاعب بيهم بكل سهوله وكسب اعجابهم وحبهم باقل مجهود مهما كان بيحتقرهم او مش فارقين معاه فعلا. اربط الضحكه اللي مش بتفارق وشه بهزاره في كل المواقف مع عدم اهتمامه بالبشر او حياتهم، زي ما كانش فارق معاه ناتشو وهو بيقتحم بيت التجار والبوليس حواليه، كان لالو قاعد بيضحك وبياكل شيبسي، ولا قتله الموظف الغلبان بدم بارد او هوارد بدون تأثر او تردد، ولا استخدامه الحارس بتاعه كدرع خلال الهجوم على بيته، ورجع تاني على طريقه تصرفه وتكبير دماغه وتجاهل اي شيء ممكن يعكر مزاجه، عشان تفهم ان الموضوع كله زي ما قلنا في البدايه بالنسبه ليه مجرد لعبه بيحرك فيها قطع عشان يستمتع ويتسلى، لكن جاس فرينج او الكارتيل نفسه مش فارقين معاه بشكل عام ولا هو مهتم. وعشان كده بعد الهجوم على بيته وموت الطباخه بتاعته وراء حديقة صاحبه اللي كان بيعتبرهم مهمين ليه ايا كان السبب، خد من بعدها الموضوع بشكل شخصي واتضايق عشان اللعبة ما بقتش مسلية خلاص وافسدت موده السعيد اللي كان متعود عليه. They killed people I care about. They killed my cook, my gardener, 17-year-old kid I knew since he was knee-high, never heard a fly. Butchered my housekeeper Yolanda. Una viejita cabrón. They shot her in the back. والتحول يبان جدا في تعامله مع سول جودمان قبل وبعد الهجوم. في المره الاولى بعد ما سول جاب الفلوس من الصحراء وطلعه من السجن، ثم لالو بيشك فيه ويروح له البيت ويسمع قصته مره واثنين وعشرة، كان بيضحك ومستمتع ومتكيف من خوف ورعب جيمي قدامه لان كله جزء من اللعبه. لكن في المره الثانيه لما موت هوارد كان جدي ومزاجه مش رايق ولا جاي ينبسط، لكن دموي وعنيف وغاضب وما عندوش وقت يلعب، وما كانش شايف سواء سول او كيم او هوارد الا سلالم في طريقه هيدوس عليها عشان يوصل لجاس في النهايه. وكمان لالو سلامانكا كان ليه الفضل في وصول القصه للنهايه عشان هو اللي ربط بين جانبين المسلسل وخلاهم في تقاطع كامل، يعني بيتر كول سول كان ماشي في اتجاهين او ناحيتين، جيمي وكيم وتشاك وهوارد والناس دي في جنب، وفي الناحيه الثانيه جاس والكارتيل ومايك وسلامانكا وهكذا. احيانا الجانبين ممكن يتقابلوا او يتداخلوا بس على استحياء ومن بعيد لبعيد، ثم لالو بيجبر الطرفين ان هم يتقابلوا ويواجهوا بعض. والاول مره كيم ويكسلر بتدخل اللعبه رغم ان جيمي كان مصمم وبيقول لمايك ان ملهاش علاقه بكل ده. She knows. She's in the game now. What? No, she's not in the game, all right? She's not even game adjacent. I just told her the truth, a little slice of the truth. لكنها في نفس الوقت كانت بتقابل لالو في السجن وبتدخل العالم التاني من اوسع ابوابه. ثم مايك وجاس والكارتيل بيدخلوا عالم جيمي ميجيل وبيأثروا عليه بشكل مباشر ويوقعوا منه ضحايا زي هوارد، وده اللي ادى لان مع نهايه الموسم الخامس ممكن نقول ان شخصيات جيمي وكيم ولالو كانوا بيلعبوا شد الحبل مع بعض. ازاي؟ عايزك تتخيل معايا ان جيمي ماسك حبل من النص على اقصى اليمين كيم واقصى الشمال لالو. كيم ويكسلر بتمثل كل اللي بيحلم بيه جيمي وتعب سنين عشان يحققه، محاميه محترمه ليها اسم وسمعه، معاها شهاده من اكبر جامعه وشغاله في اكبر شركات المحاماه، وكذلك هي مصدر ثقه من الجميع واستاذه في مهنتها، وبنسبه كبيره مرتاحه في حياتها ومش محتاجه تثبت اي حاجه لاي شخص بعكس جيمي. اما على الجانب الاخر لالو هو نفسه سول جودمان اذا تخلى عن خوفه وما تبقى من انسانيته. لغايه دلوقتي جيمي او سول جودمان قادر يندمج في المجتمع ويعيش وسط الناس فقط لانه ما وصلش لمرحله لالو واطلق العنان لنفسه. ممكن تشوف نبذه بسيطه عن اللي جوه سول جودمان فعلا في مشهد صراخه على هوارد في المحكمه وكميه الغل والحقد والمشاعر السوداء اللي جواه، لكن لالو على الجانب التاني مش بيكتم مشاعره ولا بيخاف من حد، بياخد اللي شايف ان هو حقه ومش مهتم بالفلوس من الاساس، على عكس جيمي اللي بيعمل كل حاجه من اجل المال زي ما قال لي مايك في الصحراء. Is there such a thing as a trillionaire? That's it, honey. What else? عشان كده ممكن نقول ان جيمي توقف تطوره في الحاله الانتقاليه عند سول واصبح موقعه متوسط بين احلامه اللي هي كيم وامكانياته الحقيقيه اللي هي لالو. هات مسطره 30 سنتي، خلي كيم واقفه عند الصفر ولالو عند ال 30، جيمي بقى واقف في النص عند ال 15 سنتي، احيانا بيميل ناحيه الاعتدال بارقام اقل ناحيه كيم، واحيانا بيميل للارقام الكبيره والانحراف في الجريمه ناحيه لالو. وبالنهايه كيم ويكسلر بتخسر المعركه وتنسحب وبتروح ناحيه الصفر او الخير بتاعها وتبعد عن جيمي وعن المحاماه وعن العالم
الكلام ده كله بعد ما لقت نفسها هي كمان بتنجذب ناحية شاي لالا. But we are bad for everyone around us. Other people suffer because of us. Apart, we're okay, but together, we're poison. وعشان جيمي يدخل اكتر في سكة سول جودمان ويتخطى ال 15 سنتي تجاه النسخة الاسوأ منه اللي بتكون متأثرة بشكل كامل بلالو سالامانكا عشان يظهر بالشكل الاخير اللي بنشوفه في بريكنج باد. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? Constitution says you do. بس عشان كل ده ينجح ولالو يقدر يكون مؤثر بالشكل ده عايزين ممثل كبير يقدر يشيل الشخصية ويقدمها بالشكل المطلوب ويكون قد المغامرة اللي الصناع خدوها بظهور شخصية جديدة في وقت متأخر كده في المسلسل واللي كان في الأساس بسبب تردد فينس جيليجان وانه مش متأكد ان لالو مهم او هيضيف حاجة للعمل وعشان كده الصناع فينس جيليجان وبيتر جولد اختاروا الممثل توني دالتون وقالوا له من الآخر كده خد الشخصية اهي اعمل فيها اللي انت عايزه شوف لالو سالامانكا ده محتاج ايه وابني الشخصية طبقا لرؤيتك الخاصة وطبعا توني دالتون مخيبش واستخدم خبرته الطويلة كواحد من أهم وأنجح وأشهر النجوم في المكسيك والمعروف بدور القاتل المحترف في مسلسل سينيور أفيا واللي حقق شعبية كبيرة أوي في المكسيك وعمل لالو بطريقته الخاصة واستعان بشخصية جولز في بالب فيكشن وقال إن جولز شخص عنيف ومجرم لكنه في نفس الوقت لطيف ودمه خفيف وشخصية بيغلب عليها الجانب الكوميدي عن جونه مجرم بيخوف. ودي نفس الطريقة اللي اتبعها مع لالو سالامانكا وحاول يخليه تشارمينج او ساحر بيقدر ان هو يستميل الناس ناحيته ويلعب في دماغهم عن طريق انه يظهر على السطح كده شخص كويس وبيضحك على طول تحب تبقى حواليه وتتعامل معاه ودايما بيتكلم بأريحية زي واحد شغال علاقات عامة مش مجرم لكن وقت الجد وفي لحظة بيتحول لوحش مفترس بيكون غير متوقع ومش ممكن تعرف هتتصرف معاه ازاي وعشان يستغل كاريزمته لأبعد مدى ويوظفها في سياق شخصية لالو قال دالتون ان واحد زي لالو ده بيواجه الموت في كل لحظة ممكن حياته تنتهي في أي وقت فده انعكس عليه وعلى طريقة حياته وملابسه ورؤيته للحياة وهو قاعد يغني ويطبخ ويهزر ومش فارق معاه أي حاجة لأنه عارف إنه ميت ميت وممكن حالا ينتهي وجوده ومش هيفرق معاه فزي ما تقول كده مش باقي على الدنيا ولا في دماغه ولذلك مثلا كان بيضحك قبل ما يموت في النهاية كأنه كان منتظر اللحظة دي وأخيرا وصلت خلاص وعادي إيه يعني أنا لالو سالامانكا. A little bit scared. No problem.